مرحبا أعزائي طلبة الصف الأول، درسنا لليوم النباتات وأجزاؤها. سنتعرف اليوم على توضيح الأجزاء الرئيسية للنباتات ووظائفها، بيان بعض الأجزاء التي تؤكل من النبات. لقد خلق الله سبحانه وتعالى النباتات متشابهة للإنسان، لكل جزء وظيفة معينة. سنتعرف الآن عن الأجزاء النباتات. أجزاء النباتات هي الجذور والساق والأوراق والأزهار والثمار، وتختلف أشكال هذه الأجزاء من نبات إلى آخر. هناك جزء لا نستطيع أن نشاهده على الأرض وهو الجذور، وينبت بعد ذلك الجزء الظاهر وهو الساق، الأوراق، الأزهار، الثمار. أعزائي الطلبة، الآن لدينا نشاط. استعن بالكلمات التي على اليمين وضع الرقم المناسب على جزء النبات المناسب. الجذور، الساق، الأوراق، الأزهار، الثمار. لنتذكر سابقاً، ما هو الجزء الذي يكون تحت الأرض؟ أحسنتم، الجذور. الآن، أين هو الساق؟ أحسنتم، ها هو الساق. وهنا الأوراق، بارك الله فيكم. ممتاز، الأزهار. وآخراً الثمار، أحسنتم، بارك الله فيكم جميعاً. بعدما تعرفنا على الأجزاء، نريد أن نتعرف على وظائفها. فما هي وظائف أجزاء النبات؟ الجذور تثبت النبات في التربة ويأخذ النبات منها الماء بما فيه من أملاح ذائبة. الساق تحمل الأوراق وتنقل الماء والغذاء إلى بقية أجزاء النبات. الأوراق تستخدم الأوراق الهواء وضوء الشمس لتصنع الغذاء. بعدما تعرفنا على أجزاء النبات ووظائفها، سنتعرف الآن ما الأجزاء التي تؤكل من النبات. يمكنني أن أكل أجزاء مختلفة من النبات، ولكن أجزاء بعض النباتات لا يمكن أن أكلها، وبعضها قد يسبب المرض. بعض النباتات نأكل ثمارها، وبعض النباتات نأكل ساقها، وبعض النباتات نأكل أوراقها، وبعض النباتات نأكل جذورها. الآن أعزائي الطلبة، لدينا نشاط. ما الأجزاء التي تؤكل من النباتات التالية؟ الجزر، الخس، الطماطم. فكروا جيداً، ما الجزء الذي نستطيع أن نأكله من كل نبات؟ لديكم دقيقة واحدة. دونوا إجاباتكم على السبورة البيضاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا لنستعرض الإجابات. عندما أكل الجزر فإني أكل، ممتاز، جذوره. وعندما أكل الخس فإني أكل، بارك الله فيكم، أوراقه. وعندما أكل الطماطم فإني أكل ثماره، بارك الله فيكم. التفكير الناقد، ما الجزء الذي أكله من النخلة؟ فكروا جيدا، ما هو الجزء الذي أكله من النخلة؟ الجزء الذي أكله من النخلة الثمار. أحسنتم، بارك الله فيكم. النشاط التقييمي، كيف يساعد كل جزء من أجزاء النباتات على بقائها حية؟ الجذور، الساق، والأوراق. فكروا وتذكروا ما قلناه سابقاً. أحسنتم، الجذور تمتص الماء من التربة، والساق تنقل الماء إلى أجزاء النبات، والأوراق تصنع الغذاء للنبات، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ما أهمية الأوراق للنباتات؟ فكروا جيداً، أريد إجابات متميزة.
أحسنتم، بارك الله فيكم. تستخدم الأوراق ضوء الشمس والهواء والماء لصنع الغذاء لمساعدة النبات على العيش. وبذلك انتهى الدرس وتعرفنا على أجزاء النبات ووظائفه وأجزاء النبات التي تؤكل. مع السلامة.